هسه احنا اكلنا وشبعنا يا بنتي، قاعد تشوفين هذا المكان اللي جبتش بيه؟ هذا المكان كلش حلو بابا، انا كلش عجبني، هذا احلى مكان بالعالم. ايش قاعد يصير؟ ايش بسرعة مطرت؟ هل ايش يتغير الجو؟ بنتي هذا شيء غريب، ما المفروض هيك على السريع تمطر. لعد اسمعي بنتي، لازم ناخذ القوارب مالتنا ونرجع للقرية. يلا اوكي بابا، ماكو مشكلة، انا هذا القارب هنا موجود، راح اطبي وانتظرك. يلا اوكي، خل اسبح على السريع، بس اول مرة هيك يصير تمطر على السريع. يلا اوكي، وين القارب مالتي؟ هيات هذا القارب. ايش قاعد اشوف؟ لا مستحيل، هاي الموجة عملاقة، هاي كنا راح نغرق. يا بنتي يا بنتي، لازم نهرب على السريع. بابا ليش نصاير؟ بنتي جاي موجة عملاقة، يلا اهربي. اوكي اوكي. واش قاعد اسمع؟ شنو هذا الصوت؟ معقول يكون هاي صوت غارة؟ ايه صحيح، جي جي رانيا ايش قاعد يصير؟ شنو هذا الصوت؟ جي ما اعرف، احتمال يكون هجموا علينا، حتى انا كلش خايفه. شنو؟ بس بابا الملك، وين بابا الملك؟ شوف اسمعني، بابا مهمه طالع بغير قريه، وعنده شغل وعنده مهمات هوايه، حتى القصر فارغ. شنو؟ انا الامير جيجي، يعني صارت المهمه مالتي ولازم ادافع عن القريه. لحد يلا اوكي يا جيجي، لازم تستعجل تاخذ السيف مالتك وتلبس الدروع، انا متاكد اكو اشاره هجموا على القريه ولازم ادافع عنها. بس اوكي مين راح انزل؟ اوكي خل انزل على طريق هذا. يلا انزل يا جيجي استعجل. بس اوكي شو، ماكو اي احد هنا بالقريه؟ جيجي ما استعجل اي شيء. يا اوكي خل انزل على السريع، ارد اعرف شنو صوت الغاره الموجوده. بس من مشغل هذا الصوت؟ شوف اسمعيني، تبغى يكون اكو وحوش يجمعوا على القريه ولازم اقاتلهم. يلا جيجي لازم نستعجل، يلا اركض. يلا ثاني خل اركض. هاي ليش الناس هنا مجتمعين؟ هاي يسمعون يا ناس، شنو اللي صار هنا؟ صحيح شنو صاير؟ معقول اكو اشار هجموا علينا؟ يا امير جيجي، اللي صار انه اكو موجة من البحر جاي عملاقة وكنا راح نغرق. شنو؟ موجة ماء عملاقة جاي من البحر. يا امير، بس احنا قاعد ندعو الناس، لازم نصعد بهاي السيارات ونهرب. نهرب؟ بس شوف اسمعني، احنا بيوتنا كلش عالية وفوق الشجرة، انه هذا اذا اجى هذا الماء ما راح يسوي لنا اي شيء. لا لا مستحيل، اسمعيني، هذا الماء كلش قوي، هذا فيضان، يعني هاي الاشجار احتمال راح تسقط. شنو؟ صحيح الاشجار مو قويه، احتمال صدق اذا تقرب عليها الماء كل راح توقع. بس شو راح اسوي؟ يلا يا جيجي فكر فكر، ماكو غير بس حل واحد. هي اسمعيني، لازم نروح الى اعلى جبل ونروح نحاول نعيش بهذا المكان حتى يحمينا من الفيضان. صحيح ونعرف الجبل كلش قويه، صح جيجي هو هذا الحل الوحيد اللي كلش راح يفيدنا. يلا اسمعيني، تعالي اركضي على السريع، لازم احاول ابني بيت هناك. يلا خل اركض. يلا استعجل يا جيجي، لازم اجمع كل اغراضي على السريع. هي موجوده هنا. اوكي خل اخذ كل هالبلوكات، هاي تفيدني حتى اقدر ابني بيت على الجبل واحتمي بيه. بس شلون راح انزل؟ والله هذا الماء احتمال راح يوصل. يلا اقفز يا جيجي. ثاني قفزت، لازم اخرج على السريع. هاي رانيا يلا تعالي. جيت حتى جمعت كل اغراضي وخليتها بهذا الصندوق. اسمعيني، انا جبت هالبلوكات، لازم ابني بيت من البلو على الجبل حتى يحمينا. شنو بلو؟ اوكي جيجي، بما ان انت راح تبني من البلو، انا راح اسوي من البينك. موت يا بينك تخزين. هي اسمعيني، احنا راح نموت ولازم نحاول نوصل للجبل على السريع. يلا اركضي. يا ساني صالش قد اتسلق، بس حتى اني تعبت. يلا اقفز يا جيجي. بس جيجي شوف اسمعني، اذا انت سويت البيت من بلو مستحيل اسكن وياك بهذا اللون المقرف، اذا استخدم بلوكاتي بلوكات البينك. شنو تريديني اني اعيش ببيت من بينك؟ مستحيل يصير هذا الشيء، انا راح ابني من البلو. شنو؟ مستحيل اقبل بهذا الشيء وحتى ما راح اعيش وياك. بس قاعد اشوف صحيح ناكوكو جبل ثاني، أحسن شيء أسوي لمكان بعيد عنك واستخدم بس بلوكات البنك، وأكيد راح يكون كلش حلو ومثل هاي الألوان اللي عندك المقرفة. يلا خلنا أروح. والله أنتي مزعجة، هاي كل حلم متسكن ببيت من بنك. بس والله هذا الفيضان راح يجي يا جيجي، ولازم تحاول تبني بيت على السريع.
بس اوكي وين راح ابني؟ اوكي بالبدايه لازم اخلي بلوكات هنا حتى اصعد. اوكي اتوقع لا احتاج بعد اصعد. يلا يا جيجي لازم يكون البيت مرتفع حتى اذا اجى الفيضان هنا انا راح اظل عايش. والله الفكره اسطوريه. يلا اوكي هسه اتوقع هنا لازم اجيب كل الادوات اللي عندي. اوكي هاي الادوات مالتي ولازم اقعد احفر. يلا جيجي كسر كسر على السريع. والله لازم اكسر وحسوي الحفره هنا. راح تكون عندي حفره داخل الجبل وبقي راح اسوي بيت خارج الجبل. والله راح يكون مكان مرتفع واكيد راح يحميني من الفيضان. يلا لازم اكسر على السريع. يلا خلصته. يس ديش جبل هذا المكان. اتصور هذا الجبل راح يحميني لان الجبل كلش قوي وكله صخور. يلا اوكي اتصور بيتي اذا سويته راح يكون كلش ناصي. لازم اخلي بلوكات وصعد مسافه كلش عاليه حتى راح يكون بيتي محمي. اتصور هنا المسافه كلش زينه حتى. يلا اوكي هسه لازم احفر بالجبل واسوي لي مكان كلش حلو اقدر احتم بيه. حتى راح اسوي لي بيتي من اللون البينك. يمكن هذا اللون ما جيجي لون اللي بلون مقرف. يلا اوكي بس راح اكسر البلوكات كلها. اوكي بس خلصنا كل هذا الديرت بس راح اجي اكسر هذا الستون. يلا خل اكسر. يس انا قاعد اكسر بهاي الصخور بس والله هذا الشيء كله صعب حتى اقدر اسوي لي غرفه داخل الجبل. بس اذا ظليت اكسر بهذا الجبل والله احتمال ما راح يظل قوي. اوكي يا جيجي عاد ايش راح تسوي؟ اوكي هذا اخير شيء راح اكسره. اتوقع المساحه كافيه. هاي راح تكون عندي غرفه هنا بالجبل وبقيه البيت راح يكون خارج الجبل. راح يكون هنا بالخارج والله راح يصير اسطوري وحلو وبنفس الوقت هذا البيت قوي ويقدر يحميني. يلا اوكي كسر بعد يا جيجي. اتوقع هالمساحه كافيه او لا؟ اوكي لا اتوقع مو كافيه. خل اكسر هذا. اي صحيح يا جيجي. اوكي هسه لازم اجيب البيكاكس مالتي واحفر هذا حتى تكون عندي غرفه اسطوريه. بس انا الناس ليش ما اجوا وياي؟ اوكي ورا ما اكمل هذا البيت راح احاول اصيحهم اقول اذا تريد تحتمون تعالوا بهذا المكان. يلا اوكي هسه اتوقع انه راح يكون كافي. اوكي خل اكسر هذا يعني ما يصير بقي من الستون. راح اغيره واسويه من اللون البلو حتى اكيد راح يصير حلو. اوكي خل اكسر بعد هاي اخير شيء. اوكي صحيح وبعد هذا هسه راح اجيب اللون مالتي الاسطوري اللون البلو. والله متاكد راح يكون حلو. اوكي خلي يكون هيجي متسلسل حتى ورا اخلي له زجاج. والله راح يكون شيء اسطوري. اوكي اي صح يا جيجي هسه لازم اخلي بعد. اوكي هنا صحيح وبعدين راح اخليه هنا. اوكي صحيح هسه لازم اكمل والله قبل ما يجي الفيضان. يلا يا جيجي استعجل. اوكي والله هنا راح تكون الغرفه مالتي وهنا انا همين راح اشتغل بعد. اوكي لازم اكسر كل هذا. يلا خلصته. يس ونش قد حفرت وشلت بلوكات كلش هوايه. هسه اجى الوقت اللي اخلي ارضيه وراح تكون الارضيه من الخشب وخارج البيت راح يكون كله من اللون البينك وهذا احلى لون. بس بعد لازم انزل واكمل الطابق الثاني على السريع. اوكي وقت هذه الجهه ومقشي كلش بسيط وراح يخلص هذا هنا. اوكي هسه بدي اتخلص كل الزين. بس اوكي هسه لازم انزل هنا على السريع. ايش راح اسوي؟ اوكي لازم اكسر بعد وهنا راح يكون الطابق الثاني. يلا كسر كسري حتى يكون هذا بيتي من طابقين وراح يكون هذا المكان كلش محمي. راح اخليه ببوابه. هسه لازم اكسر واسوي هذا المكان كبير. يلا خل اشتغل. يا سونج قد اشتغلت وراح اسوي هنا البيت مالتي راح يكون من الطابقين. يلا يا جيجي هسه لازم تكمل وتخلي هنا البلوكات البلو حتى يكون بيت اسطوري. والله راح يكون احلى بيت وبنفس الوقت بيت محمي راح يحميني من فيضان البحر. يلا اوكي خلي بعد هنا بس عندي بلوكات. يهم زين عندي بعد بلوكات هسه. اوكي خلي بعد هنا. والله متاكد البيت مالتي راح يكون بيت اسطوري بيت الجبل. اوكي هسه يا جيجي حل بعد عندي شغل كلش هوايه. بس هذا البيت مو قوي مالتي لازم اخلي لنا ستاندات قويه تكون من بلوكات الكوارتز حتى تحمي البيت وابد ما يسقط. هسه شنو راح اسوي بعد يا جيجي؟ اوكي خلي بعد هذا هنا وبعدين هسه راح اجيب البلوكات الخشب حتى اخليها ارضيه للطابق الاول. يلا اوكي بس لازم اخلي كل هذا المكان. يصح يا جيجي بس والله المكان هسه ما اعرف اذا البحر تقرب او لا. والله ما اعرف ايش قاعد يصير. يلا لازم اشتغل على السريع واكمل هاي الارضيه. يلا خلصته.
هذه قاعدة اشتغل وقاعدة اسوي الاساس مال البيت، راح يكون هيك شكله مثل الكوخ وراح يكون كلش حلو، متأكدة راح يكون احلى بيت جيجي. يا سوني كملته. وبس هاي انا حفرت هذه جهة الحائط وراح يكون هنا مثل منظر طبيعي، راح تكون هذا يعني تقريبا مثل الصورة، حتى سويتها على شكل سيارة. وهنا راح تكون مثل الشجرة، وهذه الشجرة راح تكون باللون البيك. صحيح هسه صار كلش حلو. بعد يلا اوكي هسه بدي ايش راح اسوي، راح ابدي اوصل هنا البلوكات. اوكي هسه صار زين. اوكي بعد هذا الجيم نفس الشيء، ولازم كل هذا اسده. يلا خل اشتغل. يا جيجي والله البيت مالتك راح يكون حلو. هساني سويت هذا أرضية الطابق الأول، بقت أرضية الطابق الثاني، وين راح اسوي 1 2 3 4 اتوقع اذا تكون هنا راح تكون كل الزينة. صحيح يا جيجي لولا. اوكي لازم احسب هنا كم بلوكه، والله توقعي صحيح. يلا اوكي خلي كملها كل هذا، خليه لا حد هنا راح يكون كلش حلو. اوكي خلي اكمل اسوي ارضية الطابق الثاني على السريع. يلا يا جيجي اوكي كمل بعد، اتوقع الى حد هذا زين او لا. والله اتوقع لا بعد اكثر. اوكي اتوقعنا الطابق الثاني، بقى بس بلوكة واحدة يا جيجي. اوكي هسنا اتوقع هاي الطابق الثاني صار كلش كافي، حتى راح يصير حلو. يلا اوكي وين مالتي الغراض، ولازم كل هاي كسرها. يلا يا جيجي انكسر. والله هاي ما مصنعاني. اوكي بيراد لهالشي جيجي صنع على السريع. اوكي خلي اخذ الكرافتنج تيبل واجيبه هنا احتاجه. بعدين شنو عندي؟ اوكي اذا جبت هذا، بس والله نسيت اجيب دايموند وياي، واني احتاج اصنع اكس من الدايموند. بس يلا اوكي بعدين هسه راح اجيب، خلي اكسر هاي، اتوقع هاي كافيه. وبعدين راح اجيب وين الخشب اللي عندي واكمل هسه هذا الطابق الثاني. اوكي اتوقع هسه هذا كلش كافي. هسه اجي الوقت انه اخلي زجاج، بس وين انا جبت الزجاج؟ اوكي جبته بهذا المكان. هسه لازم اخلي هنا زجاج واخلي هنا. اوكي خليه يصعد، متاكد والله البيت راح يكون احلى بيت بالعالم. يلا يا جيجي اوكي خلي بعد هنا هنا. اوكي هالبوابة راح تكون بالمنتصف. اي صحيح. اوكي بس لازم اكمل هذا الزجاج، بس هسه شنو جيجي؟ اوكي انا نسيت اخلي ستاندات مال بيت، والله احتمال راح يصير وزنه كلش عالي وراح يسقط. العد اوكي اصعد هنا اصعد هنا، بعدين لازم اشوف لي مكان حتى انزل منه. يس انا نزلت. اوكي لازم اخلي هنا بلوكات الكوارتز، يعني الكوارتز هي اقوى بلوكات. يلا اوكي خلي بعد حتى يكون البيت قوي يقدر يستند على هاي البلوكات. اوكي خلي انزل هنا، بس راح اقدر او لا؟ اوكي خلي اجيب الخشب حتى اقدر اكسرها بسهوله. يلا اصعد يا جيجي حتى اكمل هذا. اوكي خلي بعد هنا بلوكه، يس راح يستند على البلوكات وراح يصير كلش قوي. يلا اوكي هسه لازم اشتغل بهذا الثاني. لوني سقطت. اوكي لازم اصعد منه واقعد اشتغل. يلا خلنا نكمل. يس انا كلش فرحانه، بقى شوي وراح يكمل بيتي. بس هسه اجى وقت اللي اخلي الزجاج، وحتى راح اخلي باب اصور من هنا، راح اخلي هالبلوكات البلوكات الزجاجيه. يا شكله كلش حلو. اوكي بعد هنا وراح تكون البوابه بالوسط. هسه صحيح قلنا بوابه وخلي درج النزول. بس يلا اوكي هسه احس شو نزل على الطابق الارضي. اوكي واكمل على السريع. خلنا اصلا هنا ما احتاج اي باب، وهنا راح يكون بالزجاج وراح يكون منظره كلش حلو، حتى راح اقدر اعرف ايش راح يصير. يلا اوكي بعد هنا هم زجاج وهنا هم زجاج. واخيرا شويه شويه قاعد يكمل الاثاث مالتي وكله قاعد يجهز. اوكي سبق شنو؟ بخلي اللوحات. اوكي هاللوحه بيت، انا كلش احب هذه اللوحه. ولا هذه اللوحة ما تعجبني. اوكي راح اغيرها وخلي هنا لوحات، بس انا عندي شغل كلش هواية. يلا خل اشتغل. يس انا سويت بعض التعديلات على البيت، بس اتوقع هسه صار اسطوري. يلا يا جيجي هسه لازم تكمل تخلي زين هنا الدرج حتى اصعد للطابق الثاني، لان اوكي راح تكون غرفة النوم مالتي موجودة بهذا الطابق. يس انا صعدت، واو انا اقدر اشوف كل هاي المدينة. اوكي حتى بيتي صار يشبه الجبل، لانه اصلا بيت جبلي. اوكي هسه شنو بعد تحتاج؟ خلي هنا اوكي الدرج، وهنا راح اخلي غرفة النوم، بس وين السرير؟ اوكي خلي السرير، خلي واحد هنا، والسرير الثاني اوكي خلي واحد هنا. وبعدين شنو عندي بعد اغراض يا جيجي؟ عندي صناديق. اوكي احتاج اني اغراضي خليها بهذا المكان.
اوكي وين 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 لازم افكر؟ اتوقع راح يكون الصندوق مالتي ولازم اجيب الكاربت. اوكي وين الكاربت؟ يا ترى موجود؟ خلي واحد هنا ابيض ابيض. اوكي يلا جيجي استعجل، لازم حتى انزل الطابق اللي تحته واكمل على السريع. اوكي هسه انا كملت هذا، يلا يا جيجي استعجل بس لازم انزل هذا الطابق. اوكي هسه لازم اخلي الباب هنا حتى راح يكمل البيت مالتي، وقبل بس اخلي درجنا حتى اقدر اصعد وانزل، حتى كل ما اضوج اقعد بهذا المكان واتفرج على المدينه. اوه والله المكان اسطوري، حتى بحياتي ما متوقع راح ابني هيك بيت. يلا اوكي هسه لازم اشتغل بعدنا، اخلي هذا الكاربت، يلا خلي اشتغل. يس جبت كل الاثاث اللي احتاجه، وجبت لي اثاث على السريع. احسن شنو هالغرفه راح تكون هي غرفه النوم. اوكي وبعد راح اجيب هذا الديلاب، اوكي راح يكون بهذه الجهه، راح يكون قرب السرير، واحد هنا وواحد هنا، وهذا شكله كلش حلو. حتى راح اخلي هنا مزهريه، وش راح استخدم؟ اوكي راح اخلي هذه هنا، وبعد راح اخلي هذه البينك حتى تكون كلش حلوه. اوكي كل الغلط غلط، بس لازم اصعد هنا واخليها بهذه الجهه. واو صورة شجرة البنك حتى كلش عجبتني. اوكي راح تكون هنا اضواء، اوكي راح استخدم هنا واحد ثاني. هسه بقى شنو؟ بقى عندي الكاربت، اوكي لازم استخدم الكاربت بهيج طريقة، وبعد راح اخلي البنك. صحيح هسه تقريبا بديت اكمل، صحيح تذكرت اني عندي مكتبة، بس وين المكتبة راح استخدمها؟ اوكي الصور راح استخدمها بهذا المكان. لا غلط غلط، بس يلا اوكي راح ابدي اكسرها واغير مكانها، راح تكون هنا وهنا وهنا. يس صحيح صارت هذه كلش حلوه. مو بس هاي، راح اجيب هذا الفلاور مال ورد، اوكي وراح تكون بهذه الجهه واخلي هنا اكو ورد. صحيح هسه صار منظر حلو. اوكي بعد راح اخلي هنا حوض السمك، يهمي كفي وراح يكون شكله حلو. راح ايش راح اسوي؟ اوكي الصوره هذه اللوحه ما احتاجها هنا، اوكي هذه يوم راح اشيلها. يلا انشالي انشالي كل الزين، هسه راح اصعد هنا واخلي هنا هم ورده حتى هذا يكون منظرها اسطوري. كل الزين هسه انا كملت هذا الطابق، ولازم اصعد للطابق الفوق هم راح اكمله على السريع. صحيح هسه نسيت لازم اخلي هنا الباب، اوكي ولازم اخلي لي درجه، اوكي راح يكون الباب بهذه الجهه. يس كمل كل شيء، بقى بس التأثيث، وراح اخلي الكاربت هنا. يلا خلي اشتغل. يس اني كملت الكاربت هنا، يلا يا جيجي هسه لازم تخرج. اوكي خلي هسه الباب، وين الباب مالتي؟ اوكي خلي الباب هنا. اوه والله البيت مالتي راح يكون حلو. يلا اوكي هسه راح اجيب شنو عندي هنا؟ عندي هذا الفنس راح استخدمه هنا، لان احتمال مرات اجي منه واسقط، والله اذا سقط منه راح اموت، ولهذا لازم اكون كلش حذر واخلي هنا هذا الفنس حتى يحميني وابد ما اسقط. يلا اوكي يا جيجي خلي بعد هنا. صحيح هسه اني كملت، حتى اني خليت هذا الدرج يعني اقدر انزل واصعد. وبقى شنو عندي؟ اوكي لازم اسوي البيت مالتي بعد احلى. اوكي خلي هنا بلوكه، وبعدين اصعد خلي بلوكه هنا، وبعدين بلوكه هنا. اوكي حتى يكون منظر البيت اسطوري. اوكي اتوقع هسه صحيح، هسه لازم اخلي هنا. اوكي يا جيجي كمل هسه هنا. اوكي كل شيء كمل، والله راح يصير البيت اسطوري مالتي. يلا خل اصعد. بعد ايش راح اسوي؟ اوكي خلي هنا بلوكه، وهنا بلوكه، وهنا بلوكه، وبعدين اوكي خلي بلوكه هنا حتى يكون بيتي اسطوري، بيت الجبل. هذا متاكد احلى بيت جبل انبنى لحد الان. اوكي يا صحيح يا جيجي والله بيتك صار اسطوري. هسه شنو بعد عندي؟ اوكي هسه لازم اجيب بعد اغراض هنا واخلي حتى اخلي جلسه هنا اقدر اتفرج وكمل أرضية أثاث هذا الطابق. يلا خلشته. يس أنا كنت أحفر وسويت هذا الدرج، بس بقت هنا بلوكات نقص وراح أستخدمه بهذه الجهة بعد ما تخلص من كل بلوكات الستون. وأخيرا هسه هذا الدرج صار حلو. أجي وقت اللي روح الجيجي وخبره حتى يشوف بيتي. يلا خلي أركض. يس اني كملت كل شيء، بس اهم شيء قدرت اسوي لي حاسبه هنا. اوكي حتى العب دائما ماينكرافت. والله شيء اسطوري. طبعا انا اضوج انا اذا ما العب ماينكرافت. هسه خل اخرج هنا، حتى خليت هنا كراسي حتى اقدر اتفرج على كل المدينه واراقب هذا الفيضان. جي 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 من
قاعد يصيحني هاي ماكو غير رانية. رانية نعم نعم تعالي. اسمع جيجي، انت ما تعرفوني كميت بناء بيتي، وهسه دا صار فيضان، انا ما علي شيء. تعال بس شوف رانية، شوف البيت مالتي شلون اسطوري وحلو. شنو اصلا ما عجبني، شو خل اشوف. لا 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 مو كلش، انا بيتي احلى. شنو احلى؟ شوف اسمعني، انا بيتي اصلا كلش حلو. تعبت باي شو سويت هنا كل الزجاج، اقدر اشاهد هنا المدينه كلها، حتى جاء اشاهد الغابه. بس تعي شوفي اسرد اشوف بيتك انت شلون صار بيتك. انا بيتي احلى بيت بالعالم كله، حتى اصلا هو من اللون البينك، وتعرف ان البينك هو كلش حلو. كلش حلو، وهذا اللون المقرف. بس اوكي خلي شوف، اصلا ما عندك بيت. شوف اي بيت. وطبعا طبعا اصلا جاء الطريق غلط، تعال ورا راح ادلك على الطريق الصحيح، يلا اركض. تعال جيجي تعال، قاعد شوف هو هذا بيت الاسطوري. البيت والله راني مسوي البيت كله داخل الجبل. يلا خل اصعد على السريع. اوكي مسوي درج هنا، اوكي نايس، هذا الشيء حلو. بعدين والله بيتك راني اسطوري، انا متوقعت انت راح تبيني هيك بيت. طبعا جيجي اصلا انا محترفه بالبناء، تعال خلي اشوفك الطابق الثاني. الطابق الثاني طبعا طبعا. اوكي هاي كم بلوك هنا، حل بس اوكي. راني مسويه، هاي شو راني نابل حاج، شنو هذا؟ جيجي هذه مثل اللوحة، هذه على شكل سيارة. سيارة؟ جيجي مو بس هاي، هاي نهم اكو مثل اللوحة الثانية، وهذه على شكل شجرة. راني انتي صايرة تفكرين. جيجي بس شايفني؟ طيب ما فكر؟ بابا اسمعي، هاي شنو عندك بلوك نقص؟ بلوك نقص؟ والله انتي نوبة ناسية تخلي البلوك هنا. شنو؟ يلا اوكي ماكو مشكلة، اصلا عندي بلوكات هواية وهسه صلحتها. اوكي هذا البالكون مرانية، بس هذا البالكون صغير حتى ما يكفي كرسي تخلى هنا. يلا اوكي ما حد يجي، اذا انا بقيت بهذا البيت وراح الفيضان وتخلصنا منه، راح اكبر هذا البالكون حتى راح اسوي هنا قاعدة كلش حلوة. شوفي مع هذا، انت صحيح البيت مالتك حلو، بس انا متأكد البيت مالتي احلى، لين صار يشبه الجبل، صار مدرجات. لا جيجي اصلا بيتي احلى، عم متأكدة. وبعد اسمعيني، لو بيتك كان من اللون البلو كان اكيد طبعا يكون حلو، بس لي من هذا اللون المقرف ولهذا ما حلو. لا يلا روح ابتعد، يلا روح روح. والله انت مزعجة، يلا خلي روح على السريع. اوكي انا بيتي عجبني اكثر، خلي روح على بيتي الاسطوري لان بيتي كلش حلو. يلا يا جيجي صعد على السريع. اوكي الطريق منه بس لازم اتسلق، وروح على بيتي قبل ما يجي الفيضان. يلا خلي اصعد.